بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أنا الدكتور أحمد بابا العبد الجليل، الأمين العام لجمعية الملتين طب النساء والتوليد، مدرس في كلية الطب. شكرا على الاستضافة الكريمة. هذا اليوم التحسيسي التفكيري تحت عنوان جميعا من أجل خفض نسبة وفيات الأمهات يرجع إلى إحساس جميع في هذه البلاد، وخاصة الطواقم الصحية الميدانية، بفداحة مستوى ومؤشر موت الأمهات في بلادي، حيث أنه يصل إلى نسبة 424 وفاة لكل 100,000 ولادة حية، أنه لكل 100,000 امرأة تلد مولود حي تقابلها 424 امرأة تفقد حياتها، وهو مؤشر من أكبر مؤشرات موت الأمهات في هذه المنطقة. لذلك حرصنا في جمعيتنا على تنظيم هذا اليوم التفكيري والتحسيسي، والهدف منه عرض الأشياء التي تسبب موت الأمهات، وأهمها سببين أساسيين. السبب الأول ارتفاع الضغط أثناء الحمل، والسبب الثاني النزوف أثناء الحمل. ونحن نعتقد وبشكل علمي وحسب تجارب العالم أنه عندما يتم معالجة هذين السببين فإن نسبة وفيات الأمهات الموجودة حاليا ستنخفض بالنصف. والمطلوب حسب المنظمات العالمية وخاصة أهداف النماء والرفاه ل 2030 أن تصل نسبة موت الأمهات لأقل من 70 وفاة لكل 100,000 ولادة حية. ونحن إذا استطعنا أن نصل إلى ضعف هذه النسبة فإننا محظوظون إذا توافرت كل جهود. لقد لاحظنا فعلا أن قطاع الصحة ممثلا في معالي وزيرة الصحة بعد لقائنا لها ساهمت في تنظيم هذا اليوم، وأبدت كل استعدادها للتعاون مع الأطباء الميدانيين ومن أطباء نساء وأطباء عاملين وقابلات وطواقم صحية مختلفة والمجتمع المدني لخفض هذه النسبة. وهنالك أيضا موقف مشرف ومناصر من البرلمانيين الموريتانيين، حيث كانت معنا نائبة الرئيس مع رئيس البرلمان مع برلمانيين في هذا الاجتماع، وأيضا كان معنا الفاعلين الصحيين في هذا الميدان والصحافة التي حضرت بشكل كبير، وأنتم كنتم تمثلون جزءا مؤثرا من هذه الصحافة. ونرجو أن يأتي هذا الجهد أن يأتي وكله، ونحن سنضع في نهاية هذا اليوم نضع مجموعة من المقترحات التطبيقية الميدانية ونسلمها لوزير الصحة إن شاء الله، ونرجو أن يتم تطبيقها وإدخالها في الاستراتيجية العامة للوزارة.